صباح الخير. صباح النور. معانا الليله دي ان شاء الله؟ طبعا. مش هتسافروا معاهم؟ مع مين؟ الجماعه اللي في الشاليه اللي جنبنا، مش قرايبكم؟ ايوه قرايبنا. والله دي حاجه تزعل خالص. الاستاذ اسامه قدم شكوى في المحافظه امبارح، والنهارده راح يجيب قرار بطردهم من المنطقه. ليه؟ الا ليه؟ يبقى انتوا مش قرايبهم بقى. لا مش قرايبنا، دول مجرد صحاب عرفناهم هنا. مالهم؟ دي الناس كلها مالها سيره الا هم. يا ستي دول شويه مجانين ومعاهم واحد دكتور وواحد تمرجي جايين من الخانك عشان يصيفوا هنا. الظاهر نظام جديد عاملينه في الخانك. يا نهار اسود. اتاري كنيدي بيقول لي انا بحبك بجنون. هم عملوا حاجه في حد؟ دول عملوا اللي ما يتعمل. دي المحافظه مقلوبه من امبارح. يعني هم خطر للدرجه دي؟ اصل المجنون ده ما تضمنوش يا ست هانم، ساعات يبقى ظريف قوي فعلا وفي لحظه ممكن يذبح اللي قدامه. عموما احنا علاقتنا بيهم سطحيه جدا، من بعيد قوي، يا دوب على قد صباح الخير. باي. دي مفاجاه الصيف، اول شاب احبه يطلع مجنون. انا هشوف ماجي. راوية راوية زينب، مفيش حتى صباح الخير. كنت فين يا روحي؟